التأهيل الحضري شعار لطالما تشدق به مسؤول مدينة زايو، وفي كل مرة يخرج لنا مسؤول ما يحكي عن رؤية مستقبلية لشكل المدينة، إلا ونعتقد بنية تغلفها السذاجة أن واقع الحال سوف يتغير، لكن السيء يذهب والأسوأ يأتي. شوفوا المعاناة ديال المدينة، احنا كندخلوا مدن ربما صغار على هذه المدينة اللي هي تبارك الله راه في واحد العدد ديال يعني واحد الكثافة سكانية كبيرة، يعني ما تزادش فيها شي حاجة، لأنك كتلقى مدينة هي داك الشيء اللي كنا نشوفوه من هذه من الثمانينات والتسعينات راه باقي في الألفينات، ما كاينش شي تغيير، ما كاينش لا بالنسبة للسلطات ولا بالنسبة للمسؤولين ديال البلدية ولا، كتلقى مدينة بدون ستوبات بدون هذه بدون هذه، واش هاد يعني كتلقى راسك متأخر فاش كتدخل شي مدينة، ما كاين لا مثلا لي طوبيل لي بيوس لا والو، يعني كتلقى ما بين حي وحي باش توصلوا راه خصك تمشي تعاني على رجليك وهذه. زايو تكاد تشكل الاستثناء وسط قرينتها من المدن المتوسطة العدد، فهي الوحيدة بينهم التي تفتقد لشارع يشكل القلب النابض للمدينة، يكون محوريا في كل الخطط المستقبلية الرامية إلى التأهيل. زايو سيتي بوانيت ترى في شارع سيدي عثمان واحدا من الشوارع التي تحتاج للتأهيل بالنظر للمزايا العديدة التي تميزه عن باقي شوارع المدينة. يقسم سيد عثمان الذي اختير له اسم أشهر ولي بالمنطقة مدينة زايو إلى قسمين، قسم غربي يحوي أحياء مهمة وأخرى كبرى كحي السلام، حي بام، حي معمل السكر، وقسم شرقي يحوي بدوره أحياء مهمة كحي السوق، الحي الجديد، حي النهضة. بالنسبه للشوارع، بالنسبه لشارع سيدي عثمان راه يعني من اعرق شوارع مدينه زايو، يعني راه عنده تاريخ في مدينه زايو، راه اي واحد يقول شارع سيدي عثمان راه ربما زايو معروف بهذاك الشارع، كتلقى تبارك الله الطريق مضيقه وهذه ما كاينش داك الشيء اللي كان يفرحك. هو أطول شارع بزايو، لكن باستثناء الطول لا شيء يميزه. يبتدئ بمضارة يلخصها أهل المدينة بوصفها بالشوهة، نجهل سبب تركها هكذا، قطرها يساوي قطر أكلة البيتزا. نتمنى احنا هاد المدينه نتمنى لها الخير، يعني ما اي واحد كيتمنى المدينه ديالو راه كما نقولوا الام الثانيه ديالو هي المدينه ديالو فاش تزاد وفاش كبر وهذه حيت غير عليها، كنتمنوا هاد الناس اللي مسؤولين عليها يعني هما انهم يفكروا بهذه الفكره اللي كنفكروا بها ويزيدوا حتى هما ينميوا المشاريع، حيت راك تشوف المدينه ما فيهاش شي حاجه متنفس ديال الخدمه، كنلقاو سوق رافور هو المتنفس ديال المدينه، ما تلقاش شي واحد يعني من الاصول ديال الناس اللي ساكنين في زايوس خدام تما، خاصه هذوك الناس اللي كادر ولا الناس اللي موظفين. حنا شنو كنستافدوا من معمل ديال السكر الريحه. وانت تسير بالشارع نحو الشمال لا تلتفت يسارا، منظر مطحنه تاريخيه لم يعد يستعمل الا للتبول. استمر في المسير، هذا مقر المجلس الجماعي، أكبر دليل على أن زايو لم تخرج بعد من طابعها القروي. هو حوش بلغة أهل المنطقة به العديد من الغرف تستعمل كإدارات. واصل مسيرك، لا تنزعج باحتلال الملك العام، هذا حال مدينتي. لا تغضب لعدم وجود مكان لسير الراجلين، فسيارات زايو اعتادت المرور بجوار المواطنين. زد نحو الشمال، ترصيف غريب لا يستوي، هل بالمدينة مهندسون يسهرون على تنظيمها يفكرون في جماليتها؟ قطعا لا. زايو تحت المجهر، بحثنا خلاله عن الجمال بشارع سيد عثمان، صدقوني لا يوجد. اللهم ذكريات طفولة جميلة جمعتنا هنا. سيد عثمان يحتاج للتوسعة، لإنارة عمومية بجودة مطلوبة، فرض النظام بات ضروريا، توحيد الرصيف كذلك، فهل من مجيب؟